عندنا خبر اخر ننتقل اليه. 51 دوله تشارك في كاس العالم للرمايه بالعاصمه الاداريه الجديده. امبارح كان حفل الافتتاح بطوله كاس العالم للرمايه بندقيه ومسدس، واللي بتتلعب على ميادين الرمايه بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده في الفتره من 17 ل 23 فبراير اللي احنا فيه. البطوله مشارك فيها كام بقى؟ 376 رامي وراميه من 51 دوله، عدد كبير جدا. طبعا الدكتور اشرف صبحي كان هناك، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري، والدول المشاركه في البطوله كتير جدا مختلف القارات. 51 دوله ده رقم كبير قوي يا جماعه، رقم كبير قوي، يعني رقم يعني كبير، والمنافسه واضح ان هي، ودي طبعا ليه صور من البطوله. النهارده كان ختام منافسات فردي رجال وسيدات 10 متر مسدس، وهيحضروا اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، رئيس الاتحادين بقى المصري والافريقي، وعضو الاتحاد الدولي للرمايه، وولي جريل رئيس سكرتير عام الاتحاد الدولي، وطارق شراره مدير البطوله. دول طبعا هيحضروا النهارده النهائيات، وزي ما قلت لحضراتكم من 17 لحد 23 فبراير البطوله. طبعا دي لقطات من البطوله. انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه 51 دوله ب 376 رامي؟ يعني البطوله بقت على اجنده الاتحاد الدولي من اهم البطولات، ودي حاجه تسعدنا جدا ان انت تلاقي مصر ناجحه تنظيميا وفنيا. خلي بالكم يا جماعه، انا مثلا، انت تنظيميا يعني تمام، مصر لازم تنجح بفضل الله سبحانه وتعالى، بنيه تحتيه رياضيه محترمه، كوادر تمام، انا متاكد اي بطوله هتتعمل في ارض مصر هتنجح، مناخ، جو، اوتيلات، بنيه تحتيه، طرق، تمام، الدنيا تمام، ما عندكش مشكله في تنظيم اي بطوله. اللي بيعجبني بقى وبيهمني انا على المستوى الشخصي النجاح الاداري والفني، تنظيمي وفني، يعني تنافس مش تعمل بطوله وتاخد المركز الاخير، ما شكلها مش حلو. انما النهارده لما تلاقي الرمايه بتنافس، لما تلاقي عندك، هجيب لكم اخبار التايكوندو وغيره، هتلاقي اخبار حلوه كتير النهارده، هتلاقي انا بخش انافس، تعظيم سلام، وانا احبك جدا كده، تبقى ناجح في الاثنين، وده الوضع اللي تستحقه مصر. انما نظم بطوله عشان اخد فيها اخير، انا شايف ان نجاحك بيبقى النص، انا وجهه نظري كده. فانت بتنظم بطوله على ارضك وسط جمهورك وفي ناسك وجوك وارضك، يبقى لازم تحقق نتيجه. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا، منتخب الرمايه.